شكرا لحضوركم. نحن ان شاء الله يعني الموضوع يتم محاصرته بهالطريقه من خلال القانون، من خلال اخوان بالشرطه. صار في سوء تفاهم، صار في لغط، يعني خلط اوراق ببعضها، مجله مع مؤسسات ثانيه مع ناس ثانيين ما لهم اي علاقه. هذا موضوع يعني كان يراد منه شيء معين. ان شاء الله هلا القانون بالمحكمه وبامر القضاء يعني اخذ مجرى. بدنا يعني نتمنى من الاخوه بالمسؤولين انه يعني فعلا ياكدوا ويوقفوا حمله التحريض وخلط الاوراق ببعضها، وان شاء الله الامور يعني تتعدل ان شاء الله. شكرا. الله يعطيك العافيه. نحن شكرا لحضوركم. بهمنا كثير انه بالنسبه اول شيء بنشكر القضاء اللي انصف بالقرار تبعه، كان عادل تقريبا ب يعني عدم اتهام المنظمات والمؤسسات المدنية الموجودة بالمقر هنا من التنمية والمشاريع الصغيرة بسبب المقال يعني السيء، خلينا نحكي اللي كان موجود بالمجلة. فالحمد لله رجعت الأمور لنصابها ورجع المنظمات تمارس عملها بشكل طبيعي، ومنظمات المدنية كلها بالغوطة ما في ضغط عليها الحمد لله الآن، والأمور إن شاء الله جيدة. طبعا نفس الكلام انا بدي اعيده واكده انه القضاء انصف المؤسسات اللي ما لها اصلا علاقه، اخذت بجريره غيرها. لكن كمان بحب اكد ووجه الرساله مره ثانيه، يعني اللي عم يقوم بحمله التشويه، تشويه السمعه والتحريض والاتهام بالكفر والالحاد، بتمنى على المسؤولين بالبلد، وهي المره العاشره عم نقولها يمكن، انه توقف هي الامور السيئه اللي بحق هالاشخاص اللي ما دخلون. كاتب المقال برا والمجله في دعوه قضائيه والامور كلياتها يعني خلينا نقول بالقناه الرسميه، اما هذا التحريض اللي عم يصير بالمساجد والمظاهرات بتمنى يوقف. الله يعطيكم العافيه.